أصدقائي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع موقع جديد لربح البيتكوين. هذا الموقع له نفس المميزات كالموقع الذي شرحته في الفيديو السابق. هذا الموقع نربح منه من خلال الضغط على الإعلانات، ولكن الميزة التي فيها هو يدفع بسخاء لكل إعلان. انظروا، هو يدفع ما بين 250 ساتوشي إلى 150 ساتوشي للإعلان الواحد، والحد الأدنى الذي يدفعه للإعلان هو 100 ساتوشي. الإحالة فيه هي 50% لكل محال، أي إذا تسجل أحد من رابطك وربح 100,000 لديك 50,000 ساتوشي. إخوتي، الموقع رائع جدا. للتسجيل في الموقع نضغط على ريجستر. هذه هي صفحة التسجيل. الخانة الأولى نضع فيها الاسم، الثانية الإيميل، الثالثة نوعية الإيميل، الثالثة اسم المستخدم، الرابعة الخامسة نضع كلمة السر، ثم نوعية كلمة السر، نضع الإشارة هنا، ثم نضغط على ريجستر. أنا متسجل من قبل، سأضغط على لوجين. سأضع اسم المستخدم وكلمة السر. نضغط على لوجين. هذه الواجهة هي عبارة عن إشهار لمواقع جديدة لربح البيتكوين عن طريق الضغط على الإعلانات. كيفية العمل؟ نضغط على View Ads. أولا سأريكم واجهة حسابي. أنا عندي 3461 ساتوشي، عندي 44 نقطة، وعندي 44 ضغطة. طريقة العمل، نذهب إلى View Ads. هذه الإعلانات يقوم الموقع بتجديدها كل 12 ساعة تقريبا. نضغط على الإعلان لنريكم كيفية العمل. ننتظر قليلا حتى يمتلئ هذا الأنبوب. إخوتي، هذا الموقع لديه 50% لكل محال أو متسجل من رابط إحالتك. لو تقوم بالترويج لذلك الرابط في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، ستحصل على محالين كثر، ثم يزداد ربحك بكثرة. هنا أعود إلى هذا الموقع، نضغط على الشاحنة المقلوبة. لقد تم الضغط على الإعلان ولقد تم احتسابه. إخوتي، اعتمدوا خاصة على الترويج لرابط إحالتكم. هذا نضغط هنا، هذا هو رابط إحالتي. وأنتم أيضا اضغطوا على ريفرد لينك لتجدوا رابط إحالتكم. تقوم بالترويج لهذا الرابط في مواقع التواصل الاجتماعي لتحصلوا على محالين كثر، لأن
الإحالة هنا 50%. طريقة السحب سهلة جدا، نضغط على withdraw. الحد الأدنى للسحب هو 65,000 ساتوشي، عندما نصل إلى هذا الحد تفتح هذه النافذة. إخوتي أظن أن الشرح كان واضح، أتمنى لكم التوفيق، وسأترك لكم رابط الإحالة أو رابط هذا الموقع تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.